السر ايه؟ يعني لما حد بيتكلم يقول لك زواجات وما بيتكلم على جدتي وستي ومش عارفه ايه، احنا انا اقدر اعرف ان في فرق اجيال، لكن احنا قريبين من بعض. سر زواج وفي نفس المهنه مع كل مخاطرها وازماتها يستمر السنوات دي. لازم يكون عندك اراده ان انت عايزه تنجحي هذه الزيجه. لازم يبقى في اراده ولازم يبقى في تضحيه. يعني لو انا تشبثت برايي واحمد تشبث برايه وفرح تشبثت برايها، هنفضل على طول في حاله خلاف واختلاف وتناحر. ده ما يخليكيش تعيشي عيشه كويسه ولا تقدري تنتجي في اي مجال، سواء في العمل او في الدراسه او كده، مش هتعيشي عيشه كويسه. فالافضل ان انت تبقوا كلكم اصحاب، يعني ما تعيشوش فكره الاسره وده رب الاسره ودي ربه الاسره وده الطفل اللي لازم نمارس عليه السيطره. لا، احنا كلنا بنحب بعض، قاعدين مع بعض، ازاي نسعد بعض. هو ده اعتقد المفهوم اللي لازم يسود. يعني الهدف داخل البيت من كل واحد للتاني هو كيف اسعد الاخر او اخليه اكثر سعاده على قد ما اقدر.